حاجة عجبتني جدا في المباراة طبعا الهدف اللي أحرزه أبو قير، ومباشرة بعد الجول دوت جات اللقطة على الموسيماني وهو كمان بيشرح للعيبة اللي بره الجون ده جه ازاي، أيوة. أو جه ليه، أو إيه الخطأ اللي حصل عشان يجي الجول ده. فمهم جدا إن كمان المدير الفني عايش المباراة بشكل جدي. أكيد طبعا مباراة مهمة لأنها في بطولة، لكن شرحه كمان للناس اللي قاعدة على الدكه بره بتدي انطباع انك خلي بالك احنا يعني انت موجود. ما هو تاكيد اللي هو شفته ربما يعني يكون عن شيء كابتن هاني هو كان بيقوله او خطا ما بيحبش انه يكرر. مره شاور لبجي على حاجه انت واحد واثنين حاجه كده وعمل له كده ليه، وبعدين راح مبتسم وقال له يلا في مباراه، يعني في بدايات وجوده مع النادي الاهلي، وده معناه ان الراجل عايش الفرقه قبل ما يكون عايش الماتشات. يعني هو بقى بينه وبين لاعبته، واعتقد انت يعني كمحترف رحت لغايه كلاس ايه عارف ان دي مهمه قوي. يورجن بيعملها طبعًا. بنشوفها يعني جوارديولا الراجل شيخ الطريقه الوحيده الان في العالم بيعملها، اللي هو بينه وبين لاعبته كلام، اللي هو من نوعيه ايه طب ما فيش واحده تجيبها جون ممكن يقول للفرد بتاعه كده، طب وبعدين هنستنى كتير. يعني مش حكايه تلعب لده، مش لا فرق كان مهم شركات. جدا بيقول لهم حتى يعني ده الغلط حصل لان المفروض كنا نقف على خط واحد. أيوة. شفته، يبقى حتى لما يجي يشرح بعد كده يبقى الدنيا انتهينا منه بالزبط. عشان كده اللي بيقوله اخويا القوسي عن فكره التمويه هي مش مجرد تمويه وبس، هو مجرد حد خلاص بقى عنده اكتر من طريقه لتنفيذ خططه، وبالتالي هو امبارح كان محتاج ان اللعيبه اللي هي احتياطي الاستراتيجي يبقى مضغوط عليهم، وهتلاقيه من ضمن فنيات الكره يعني حسب يعني خبرتي هو كان حابب الضغطه دي على لاعبته علشان يبقى عنده يعني في بنك الاحتياط لعيبه ذات تاثير ما قعدتش كتير وما استنتش كتير. اللعيبه الجدد الاثنين واضح ان الراجل رهانه عالي قوي على العربي بدري تحديدا. أيوة. والعربي بدري يذكرك باحمد فتحي مش بس كظهير ايمن، انك تقدر تلاقيه ديفندر، تقدر تلاقيه سيرد باك، لكن كابتن ربيع بيلعبه كمان 10 يعني من ايوه يعني بيحطه نمره 10 كنت لسه اقول لحضرتك، وبالتالي الراجل رهانه على ده، وعشان كده لازم جمهور الاهلي ياخد باله. عشان كده ما بقاش في مطالب يعني متعاظمه للمدير الفني للاهلي، رغم ان القاعده في الاهلي اذا طلب هيجاب بعد نقاش فني يعني، لكن الراجل مالوش مطالب في محترفين كثر، وعايز يشوف التيم من جوه، وعايز يصعد ما يسمى ابن النادي طبقا للمنظومات الدوليه. كل فرق العالم بيبقى فيها اللي خارج من يعني مدرسه، وهو متعود في مدرسته كمان على الفرقه بيكون متوسط اعمار. الله ينور عليك، متوسط اعمار كده في صندوق وخارج من عنده، خارج من عنده هو النادي. قبل اللي بيطعم بيهم علشان يكسب ولاد الفرقه ولاد النادي الخبرات المتعاظمه دي.